قصور العدالة. اليوم أهنئكم مرة أخرى على اعتراف البين والمادي على أن السلطة القضائية ليست مستقلة في هذا البلد السعيد. أننا باعترافها بتوقيع مشؤوم جوار توقيع السلطة التنفيذية لمنع الدفاع من أنوث قصور العدالة في هذا البلد. ملاحم نضالية منذ استقلال المغرب. محمد بوسته وعبد الرحيم بوعبيد أتوا باستقلال المغرب. النقيب الخباب والنقيب عبد الرحمن بن عمرو ناضلوا من أجل إزالة سنوات الرصاص. اليوم جيلنا يقول لا ثم لا لهذه القرارات الجائرة ضد الدفاع، ويطالبون باستقلالية القضاء على كل التعليمات. لا ثم لا لجواز المهزلة، لا 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 لا ثم لا لجواز المهزلة. أيها المسؤولون المنعوتون بالدستوريون، خرقتم بدوريتكم هاته النظام الدستوري القائم لسنة 2011. نعم، لما تختلط الصورة وتفوح برائحة تزكم الأنفاس، ألا وهي رائحة التسلط ورائحة التعليمات، فالدفاع اليوم يلتحم ليقول لا، وكما عهد الدفاع دائما أنه في طليعة التغيير وفي طليعة الاستقلال وفي طليعة الإصلاح وفي طليعة الثورات، فإن المحامون اليوم يقولون لمن خرق النظام الدستوري أن الدفاع سيدافع عن النظام الدستوري لإرجاع الحال على ما هي عليه، لكي ندافع عن المغربيات والمغاربة داخل قصور العدالة، وكي ندافع على النظام الدستوري مرة أخرى في إطار استقلالية السلط، استقلالية القضاء، وفي إطار فصل السلط. ولا تنطلي علينا، لا تنطلي علينا كل التكتيكات التي تريد ذبح هذه المهنة في صلب صلاحياتها وحصاناتها في التحضير للتشريع المستقبلي، التشريع الذي يريد ذبح مهنة المحاماة من قانون مسطرة جنائية وقانون مسطرة مدنية وقانون المهنة. هم يحضرون للتحكم القضائي، ولعل هذه المعركة معركة الولوج إلى المحاكم ما هي إلا الطير لأم المعارك، ألا وهي المعركة من أجل الدفاع، والمعركة من أجل الدفاع هي معركة من أجل المغاربة ومن أجل كرامة المغاربة، لأن نحن الخيط الناظم بين المجتمع والدولة. اليوم يا محامي ياسين دين 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 يا محامي ياسين د
الدنيا بها يريد إصلاح الدنيا الشعب يريد إصلاح الدنيا دفاع زميلاتي زملائي مرة أخرى اليوم فضحوا أنفسهم في هذه الدنيا وشعارات وتبصرت وتعاونها ما هي إلا شعارات ولكن المنظومة هي منظومة تحكمية على الدفاع أن يقولها لا بدأوا برجال التعليم ثم رجال التعليم العالي ثم الصحافة بتلخيصها في الفضاء الإعلامي وبتلخيصها في الإشاعة ومحاربتها واغتيالها الرمزي لكن الدفاع ب20,000 محامية ومحامي و17 هيئة وإطاراته المهنية وإطاراته الشبابية وإطاراته الحقوقية يقف وقفة رجل واحد لكي يقول لهؤلاء من يخطط في الظلام على أن مهنة الدفاع لا تركع وأننا نحمي اليوم كجيس الدفاع النضال الدستوري للبلد نظرا لخرقه بهذه الدورية التي تخلط بين الطرق القضائية والتنفيذية والتحية تحية لعناصر الأمن الذين يريدون ولوج مهنة المحاماة وولوج مهنة القضاة وجثثهم في عسكرة المحاكم هذا عار في حق المهنة ووفاء لروح شهدائنا سعيد وأمين الذين رابطوا ساحة النضال ساحة الشرف لمدة هذا الأسبوع وفوجعنا بوفاتهم لا يمكننا إلا أن نستمر ولا يمكننا إلا أن نزيد في صمودنا وكفاحنا ضد هذا التسلط معركة الولوج إلى المحاكم ما هي إلا معركة من أجل الحفاظ على النظام الدستوري وإقرار دولة الحق والقانون وإقرار نظام دستوري عادل بالنسبة للمغربيات والمغاربة زميلاتي زملائي أعيد الكلمة للأخ الأستاذ عضو المجلس المحترم الأمين العام السابق للمحامي الشباب في الرباط والمناضل القيادي في الرباط أعيد له الكلمة وتحية لكم على